لدى الزبون الأمريكية منذ ما يقرب من 20 عاما. دكتور عمر عبد الرحمن مسؤول في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقرب من 20 عاما ولا يجد من يثير قضيته على المستوى العالمي. الحقيقة أننا نقيم هذا المؤتمر تضامنا معه ودعوة للقائمين على أمر البلاد الآن للتدخل لدى الحكومة الأمريكية من أجل الإفراج عنه. المحور الثاني اللي هتناوله المؤتمر بتاعنا هو الأحكام الصادرة ضد السياسيين في ظل النظام السابق. في حوالي 13 مواطن محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بأحكام ساقطة بسقوط النظام الذي أصدره. منهم أربع محامين محكوم عليهم غيابيا بالإعدام. عموما قبل أن نسترسل في مؤتمرنا هذا نستمع إلى آيات بينات من كتاب الله تعالى يلقيها الأستاذ عمار الصفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا